Assalamu alaikum everyone and very good evening. We will be starting this webinar in the next 2 minutes. Thank you so much for your patience. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بحضراتكم. بالنسبه للويبينار بتاعنا النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم على كيفيه الانتقال في الاسواق الامريكيه اثناء فتره الانتخابات، وايه التذبذب اللي ممكن يحصل خلال الفتره دي، وايه التوقعات بتاعتنا وتاثيرها هيكون على السوق ايه خلال الفتره الجايه. استاذ حضرتكم ان احنا هنعمل دلوقتي شير للسكرين نفسها بتاعت البرزنتيشن اللي نبدأ نتكلم فيها، ونبدأ نتحكم خطوة خطوة بالنسبة للتوقع وإيه الرؤية والأناليسيس بتاعنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله بالنسبة للماركت فيو خاص بالأسواق الأمريكية. فالديسكليمرز بالنسبة لي إن أي أناليسيس مبني عندنا في الشركة في سي إف سي او في سنتري فاينانشال، احنا بنعتبر ان ده سجشن، مش لازم الماركت يتبع كل الاناليسز او كل الريكومنديشنز بتاعتنا. بالعكس، ده احنا بنقول ان الماركت في عندنا الماركت ده اي ماركت سي اف دي او اي ماركت في التعامل بالنسبه للمتداوله بالفروع ممكن يكون بيواجه بعض المخاطر اللي في الاستثمار بتاعنا، وعشان كده لابد التوجيه ليه في البدايه. الـ US election 2020، الانتخابات الأمريكية السنة دي موجودة، في عندنا 2 مرشحين هم الأبرز، طبعا الرئيس الأمريكي الحالي اللي هو دونالد ترامب، والرئيس دلوقتي بالنسبة للمرشح المنافس ليه بايدن. في واحد منهم بيبقى بينتمي للجمهوريين والتاني بينتمي للديمقراطيين الخاصين في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين مرشحين اللي هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيتنافسوا دايما على السلطة في أمريكا. الانتخابات السنة دي أو دايما بيتلاحظ إن فيها بتبقى نسبة تذبذب بتبقى عالية جدا during the election time. ده دايما اللي بنشوفه. التوقع السنة دي هيكون أكثر شراسة نظرا لأن السوق حجمه بقى أكبر بكتير جدا من الأول. فالعدد الناس المضاربين في الأسواق الأمريكية تضاعف بنسبة كبيرة جدا خلال الفترات اللي فاتت. آخر فترات كنا بنشوف الفولاتيليتي بتوصل ل7% في فترة الإليكشن، بدأنا نشوف بعض الفولاتيليتي بتتعدى القيم دي.
سواء نبدأ نتكلم على الاثنين المرشحين دلوقتي، هو هتكلمنا على المرشح الجمهوري اللي هو دونالد ترامب. دونالد ترامب خلال الفترة اللي هو مسك فيها الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا إن السوق الأمريكي بدأ يواجه ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة دي، سواء من ناحية المؤشرات زي مؤشر ناسداك، مؤشر اس ام 500، مؤشر داو جونز، كل الأسهم واجهت بدأت تشوف صفقات مستويات سعرية مرتفعة جدا 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 ليها، وده انعكس على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة بتاعت حكم دونالد ترامب كمرشح جمهوري. في حالة بقى لو ترامب كسب، أو بالنسبة للمنافس بتاعته اللي هو مرشح الديمقراطي بالنسبة لنا بايدن. بايدن الخلفية بتاعته خلفية بيزنس مان زيه زي ترامب، الاتنين كانوا بيزنس مان، الاتنين في الاقتصاد طبعا بدون شك. إن كان بايدن خبرته الإعلامية كان بالنسبة لبلومبرج اونرز، فهو اوتوماتيك ريدي عنده خلفية بالنسبة للمجال الإعلامي وبالغير الميديا، فعشان كده الميديا أغلبها بتتحرك مع الرئيس أو المرشح الرئاسي بايدن دايما ضد ترامب، ودايما ده كان أكتر حاجات اللي بيواجهها ترامب. الصراع ما بينهم بدأ يحتد، والصراع دلوقتي بياخد طابع إن هو صراع إخباري. الماركت عامة بيتحرك في الفترات الحالية ما بين بشكلين مختلفين، اللي هو فاندمنتال وتكنيكال. بيتحرك عن طريق تذبذب فاندمنتال اللي هو ختم عليه الأخبار، وبيتحرك عن طريق تكنيكال اللي هي مناطق السبورت اند ريزيستنس. طبعا دلوقتي تأثير الفاندمنتال أو تأثير الأخبار على الماركت أعلى بكتير جدا جدا من تأثير التكنيكال والسبورت اند ريزيستنس اريا خلال الفتره الحاليه، لان فتره الانتخابات هي فتره فيها تقلبات كتيره جدا للاسواق. بيطلع اخبار، يعني مثلا شفنا الاسبوع اللي فات كان اخبار خاصه مثلا باتهام بايدن لترامب دي ان هو بيحصل على تمويلات من الصين، وانه اخفاء تقاريره الضريبيه. بدا يتوجه الموضوع ده، ترامب بدأ يوجه اتهامات تانية لبايدن بتشمل منها تورط ابنه في بعض الأعمال الغير قانونية، منها تورطات بالنسبة لابنه في بعض العمليات المشبوهة. ده برضو بدأ ينعكس بشكل آخر على السوق، ولو شفنا إن تأثير خبر زي كده إزاي بيقدر يأثر حركة في الستوكس بنسبة كبيرة. خلال الفترة الحالية المفروض احنا بنواجه فترة ايرنينج ريزلت للشركات الامريكية، اي تقارير ارباح الخاصة بيها، وطبعا المفروض تكون ايجابية، وفي شركات فعليا اطلعت تقارير ارباح ايجابية زي شركة تسلا، طلعت الاسبوع اللي فات تقارير ارباح ايجابية جدا، بس كانت النتيجة ان الماركت ما استقبلش نتائج الارباح اللي محققها الشركات بشكل ايجابي، ما اثرش على اداء السوق. بالعكس، السوق الناس متخوفة لسه من الانتخابات الامريكية، لان هي الحدث الاهم اللي ممكن يأثر على السوق، سواء تأثير ايجابي او تأثير ايجابي او تأثير سلبي. طب هنبدأ نتكلم دلوقتي على موضوع بدأنا نحلل من سنة 1928 لغاية سنة 2019. طيب لو الرئيس الحالي حصل ان هو تم الانتخابات بتاعته، هنشوف ايه الامباكت بتاع الموضوع ده بعد كده على الماركت. طبقا للتحليلات الهيستوريكال داتا، لما بنعمل هيستوريكال اناليسيز عشان نقدر نتوقع تو بريدكت ايه اللي ممكن يحصل، عشان نبقى فاهمين السوق ممكن يمشي ازاي خلال الفترة القادمة، هنبدأ نقول ده لو جه رئيس جديد بنشوف ارتفاع في قيمة الستوكس بقيمة 9.3%، لو جه وفي البومز اللي هي السندات بقيمة 6.7%، ده قيمة الارتفاع اللي ممكن نشوفه لما يحصل تغيير رئيس، يعني ده هيكون رئيس جديد. يبقى في حالة تبقى ان الافريج المتوسط اللي بيحصل لما يكون رئيس جديد، الماركت بيتحرك حركة إيجابية من 9.3، وده بالنسبة للستوكس اللي هي الشركات، وبيتحرك 6.7 بالنسبة للبونز. طب لو كان الرئيس ده هو نفسه الرئيس السابق، لو هو نفسه الرئيس السابق تم تجديد ليه، الهيستوري بيقول ان في المرات اللي حصل تجديد للرئيس السابق شفنا السوق الستوكس اتحرك ب 13.4% والبونز اتحركت ب 4.2%.
as all يعني كمتوسط بيحصل ايه؟ متوسط الحركه في حاله تغيير او حاله انتخابات رئاسيه بتبقى 11.3 في الستوكس و5.5 في البوس. ده بيقول لنا ان ممكن يبقى فيه فولاتيليتي عاليه جدا جدا جدا. طب ايه السيناريوهات او ايه الهيستوري اللي بيقول لي بالنسبه لي 3 شهور قبل الرئيس ما يمشي ايه اللي ممكن يحصل؟ ده هيستوريكال اناليسيس برضو بيدينا بنراجع نفس الفتره اللي هي من 28 لحد وقتنا الحالي. طب شفنا ده اس ام بي 500، الاس ام بي 500 ده قبل الانتخابات الرئاسيه، الجزء اللي بيمثل في الدايجرام هنا ده قبل الانتخابات الرئاسيه وده بعد الانتخابات الرئاسيه. بنقول ان هو قبل الانتخابات الرئاسيه بنلاحظ ان قبل الانتخابات الرئاسيه في حدود 6 شهور الماركت بيكون ماركت الاس ام بي 500 اللي هو اقوى مؤشر في السوق الامريكي من ناحيه اكبر مؤشر رياليستيك اور رياليستيك انديكيتورز خاص بالسوق الامريكي هو الاس بي 500، لان عدد الشركات اللي فيه كبير الفاليوم بتاعه صغير فبالتالي في عوامل كتيره بتخليه ان هو افضل مؤشر في السوق الامريكي. فلما يكون اس ام بي 500 لو ارتفع قبل 6 شهور قبل الانتخابات الرئاسية وبعد كده قيمة 6% وبعد كده وصل 4% خلال 3 شهور وبعد كده في شهر قبل الانتخابات الرئاسية 3%، ده بيديني مؤشر احتمالية كبيرة يكون التجديد للرئيس الحالي. أما في حالة إن هو كان قبلها بست شهور واجه 1% بعدها بثلاث شهور حصل هبوط 2% وخلال الشهر التداول حصل هبوط 1%، ده كمتوسط بيديني سيجنال ان تم تغيير الرئيس اللي تم انتخابه او يبقى في رئيس جديد للولايات المتحده. طبعا احنا بنقول ده كان خلال الفتره دي من 36 لغايه 17. بيقول لك ان يوم الالكشن او يوم الانتخابات لو فاز نفس الرئيس اللي هو الحالي هو يمثله اللون البيربل هيبقى في حاله ان هو لو فاز نفس الرئيس هيبقى بنشوف هبوط في السوق خلال قيمه 1% بيستمر في اول يوم خلال اسبوع تاني برضو 1% خلال شهر ممكن يوصل لغايه 2.5% بعد كده بعد نهايه السنه هينتهي برضو بيلو بعد 6 شهور قد نرى ارتفاع في السوق يوصل ل 2% بعد سنه بنشوف ارتفاع في السوق يتخطى ال 6% يعني يوصل للقمه اللي كان عندها قبل كده. يبقى بعد 6 سنه من انتخاب الرئيس بيظهر الإفكت أو الإمباكت بتاع التغيير الرئاسي، سواء كان لو نيو بريزيدنت بنشوف ارتفاع في حدود 3%، أما لو كان تجديد لنفس الرئيس الحالي قد نتوقع أن حدوث متوسطات ارتفاع تتعدى 6%، ده هيستوريكالي أناليسيس. بنشوف أفريج متوسط الحركة اللي حصلة في السوق من خلال الرؤساء الفترة اللي فاتت. ده التنوع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين سواء هو الريبابليك والديمقراطيك بريزيدنت خلال التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدد من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة. بنلاحظ ان الديمقراطيك او الديمقراطيين متوسط الافرج بتاع الحركة الإيجابية للسوق اعلى من الريبابليك او الجمهوريين، متوسط الحركة للماركت خلال فترة حكم الرؤساء الجمهوريين. طب بس في حاجة مهمة لازم يكون ناخدها في عين الاعتبار، إن لو شفنا متوسط الحركة بتاع ترامب هتبقى مرتفع نسبيا مقارنة أو قرب من متوسط الحركة بتاع أوباما، بس أوباما هو خد دورتين رئاسيتين في حين ترامب دورة رئاسية واحدة، فبالتالي ما نقدرش نحكم على أداء دورتين رئاسيتين زي أداء دورة رئاسية واحدة. دي أول نقطة. تاني نقطة إن في بعض الرؤساء في الفترة الحكم من الديمقراطية من الريبابليك أثروا بشكل سلبي جدا على الأداء بتاعهم، منهم رئيس زي بوش اللي هو جورج بوش الابن، زي هنلاقي زي فورد برضو أثر كان أداءه سلبي جدا في فترات حكمهم، فبالتالي دول كانوا نيجاتيف امباكت بالنسبة للماركت نتيجة عدد المشاكل اللي واجهوها.
بس بدون شك بيدينا مؤشر ان متوسط القوة بالنسبة للجمهوريين الريبابليك بيكون اعلى من الديمقراطيك في الابسايد، في حالة ان احنا عملنا اجنور للداون سايد. هنا بنشوف الافرج ما بين الاس ام بي وقدرته على ان هو يعمل ريكفر للجاب اللي ممكن تحصل خلال فترات حكم الرؤساء السابقين. بنلاحظ ان برضو خلال اوباما قدرت يعمل ريكفر بنسبه كبيره ما بين الالكشن ديت، الفترات اللي حصل فيها هبوط خلال فتره الالكشن وفتره حكمه، قدر يعمل ريكفر بعد قد ايه. طب هل في ضوء كل المتغيرات اللي احنا بنشوفها والتذبذبات اللي اتكلمنا عليها خلال السوق، هل ده يعتبر هو الوقت المناسب للاستثمار، ولا يفضل ان انا ااجل قرار الاستثمار بتاعي ما يكونش ما ادخلش في السوق الفتره الحاليه نتيجه التذبذبات العالميه؟ التذبذبات زي ما هي حاجه سلبيه للماركت، هي حاجه ايجابيه في نفس الوقت، اللي هي فرصه لاي مستثمر عايز يدخل الماركت. بس دخول الماركت في الفترات التذبذبات لابد من دخول بحذر شديد جدا، لان الماركت فيه تقلبات. فلما يكون فيه تقلبات وفي تذبذبات في السوق عاليه جدا، ده معناه ان معاملات الريسك بتبقى عاليه، معاملات الخطوره عاليه. الخطوره موجوده في السوق، كده كده اي استثمار فيه خطوره، كده كده اي انفستمنت فيه ريسك، فيه انفستمنت ريسك. النقطة المهمة إن أنا إزاي أقدر أتعامل مع معامل الخطورة ده بشكل آمن، يعني ما إزاي أقدر يبقى الخطورة عندي محسوبة، إنما خطورة غير محسوبة معناها إني أنا ده uncalculated risk، ده خطورة غير محسوبة معناها خطر عالي جدا 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 على استثمار. بغض النظر كانت قيمة الاستثمار قد إيه، انت بتواجه خطورة ان الحساب بتاعك بالكامل او الاستثمار بتاعك بالكامل يتم ان هو يحصل عملية ليكويديشن، او يحصل الاستثمار بتاعك بالكامل عملية هبوط الاستثمار. من اكتر العوامل اللي بتأثر على اي مستثمر او اي استثمار خلال فترات التذبذب هو موضوع التضخم او الانفليشن. التضخم هو بيقول معنى كلمة التضخم، ده المعنى الأكاديمي لكلمة التضخم، هو ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات ذات الاستخدام اليومي زي الطعام، الملابس، السكن، الترفيه، وده بيأثر على الانكم بتاع البشر. فبالتالي في حالة زيادة قيمة السلع الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان، ده بيعتبر تضخم في قيمة السلع. يعني تضخم القيمة، العملة بقت العملة أكبر عشان تقدر تحصل على نفس السلعة، يعني العملة فقدت جزء من القوة بتاعتها. يبقى التضخم من أكثر العوامل اللي بتأثر على العملية الاقتصادية. زي ما شفنا مثلا في دولة زي فنزويلا، كان معدلات التضخم فيها وصلت أرقام فلكية، نظير إيه؟ إن العملة نفسها فقدت القيمة بتاعتها. الحكومة هناك لجأت لطباعة عدد كبير من العملات بدون وجود غطاء ليها، عشان تقدر تسدد المرتبات للموظفين اللي بيشتغلوا في النظام الحكومي، يقدر تسدد مصاريف الحكومة، بدأت تسدد مصاريف عن طريق طباعة عملة. فبالتالي حصل حاجة اسمها ارتفاع لمعدل التضخم. فالخدمات اللي كانت بتحصل عليها في دولة زي فنزويلا في فترة من الفترات، كل حاجة اللي كنا بنقدر نشتريها، حد المواطن الفنزويلي كان بيشتريها بقيمة 100 دولار، بقت قيمة الحاجة نفسها دلوقتي مش قيمتها بالدولار 100 بيزوس هي العملة بتاعت فنزويلا، لا، القيمة بتاعتها وصلت لغاية مليون، يعني من واحد من 100 لمليون، يعني مليون في المية معدل التضخم أو الانفليشن. وده طبعا كارثة اقتصادية، ودي المشاكل الاقتصادية اللي واجهتها فنزويلا واتكلمنا فيها في التضخم تحديدا. معناه في نقطة تاني، أقدر أستثمر فين؟ دايماً المستثمر بيسأل الأسئلة دي، هل الوقت مناسب للاستثمار؟ وتاني سؤال دايماً بيسأله أي مستثمر في الماركت هو Where do you invest؟ أقدر فين الأماكن المناسبة للاستثمار بتاعي؟ إيه السيكتورز اللي أقدر أستثمر فيها؟ هل أقدر أستثمر في قطاع التكنولوجي، قطاع الطاقة النظيفة، أنهي قطاع يبقى بالنسبة لي ممثل لي فرصة استثمار جيدة؟ هو ده اللي احنا نقدر نقول Where do you invest؟ الاستثمار بينقسم حسب
المستثمر النيد بتاعته ايه. زي ما في هرم اسمه هرم الاحتياجات الخاصه بالمستثمر، في هرم تاني هرم استثماري. هرم الاحتياجات اللي احنا اتكلمنا فيه الاحتياجات الاساسيه قبل كده للمستثمر، اللي هي الحاجات الاساسيه مش المستثمر الشخص العادي، اللي هو تامين الدخل، تامين الطعام، تامين الميديكال انشورنس، تامين المستقبل، تامين التعليم. هو ده هرم اسمه هرم مازلو، بيشرح الاحتياجات الخاصه بالانسان. في هرم تاني للاستثمار. هرم الاستثمار بيبدا من اول حاجه اللي هي احنا قلنا ايه، الخدمات اللي هي في قاعده الهرم، اللي هي الحاجات الاكثر امانا. كل ما ارتفعنا الى قمه الهرم، كل ما كان جزء الاستثمار او القطاع الاستثماري ده يعتبر اعلى خطوره. احنا هنا بنتكلمنا اول حاجه اللي هو السيفنج اكاونتس، اللي هي الوعاء الادخاريه، حسابات الادخار. احنا اتكلمنا الماني ماركتس، ده الحاجات الاساسيه الخاصه بيك. طبعا لما تقدر نوصل لاخر لقمه الهرم، هنلاقي ان هو الفيوتشر كونتراكتس، العقود المستقبليه للشركات، حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالشركات، دي حاجات ادفانسد جدا في الاستثمار، فبالتالي دي معدلات الخطوره بتاعتها بتبقى اعلى. التنوع ما بين انواع الاستثمار الاربعه دول هو اللي بيخلق الثبات للاستثمار بتاعك. اي استثمار مبني على ضلع واحد من قطاع اضلاعه، مبني على سيكتور واحد من السيكتورز بتاع خاصة بالاستثمار، قطاع واحد، ده استثمار خطر جدا لانه يمثل خطورة عالية جدا على الوعاء الاستثماري الخاصة بك. What is the asset classes? Asset classes يعني asset classes. Asset classes يعني الانواع الاستثمار او الاصول. Asset يعني اصول. الأصول باختصار هي معناها إيه؟ مجموعة من الأوراق المالية ليها خصائص وسلوك متشابه، فبالتالي بيتم جمعها في قطاع واحد. يعني أي نوع من أنواع الأوراق المالية بتشترك مع بعض إنها يكون ليهم نوع واحد، زي الفضة والذهب. دول اسمهم إيه؟ أصول معدنية مثلاً. الفضة والذهب والنحاس والحديد، فدي كلها معادن مشتركة انها كلها معادن. لو اتكلمت عن الغاز الطبيعي، البترول، برنت، الويست تكساس، الخام الانجليزي، الخام الامريكي، كلها دي اشتركة انها في الانرجي. فده معنى كلمة الاصول، التداول في الاصول او نوع الاصول. هيبدأ اتكلم اكثر تفصيلا. اول نوع من انواع الاصول اسمه الاسهم. الاسهم هو نوع الاصول الخاص بالشركات. اي شركه بيبقى فيها قيمه الاسهم الخاصه بيها. فازاي بيحصل تقسيم الشركه دي القيمه لاسهم؟ ده عن طريق لما تبقى الشركات مصرح ليها بالتداول في البورصات، بتتبع ليها الشركه، فبالتالي انت بتحصل على قيمه اللي هي قيمه السهم الخاص بالشركه دي. والاسهم دي طبعا بيبقى في منها حاجه اسمها ريفينيو، يعني الشركه لما تقوم بتحقيق ارباح بنقدر نجني جزء نظير حفظنا للاسهم والحقوقنا في الاسهم اللي موجوده للشركه اللي احنا اثبتنا كمحفظه بتاعتنا الخاصه بالاسهم. ده معنى كلمه الاسهم والتداول بالاسهم. تاني نقطه هنتكلم فيها هي السلع، الكوموديتيز. السلع دي بنشمل الانرجي زي ما اتكلمنا، الجرينز اللي هي الحبوب والاويل سيدز، الحبوب اللي هي الزيتيه، الميتالز طبعا الكوموديتيز، السوفتس اللي هي زي الكوفي والمسكرات، اللايف ستوكس زي الهاج لايف والكاتل لايف والفيد اللي هي اللحوم او الجزء الحيواني الخاص باللحوم الحيوانيه المذبوحه واللحوم الحيوانيه الحيه، والفيدرز اللي هي لحوم التعليف. كل قسم من دول زي ما احنا اتكلمنا ان كل مجموعه بيتم جمعها من الاصول اللي هي محطوط في الاسيتس بتاعتها، الاسيت مينينج. كل مجموعه موجوده بيتم حفظها في جزء خاص بيها. فبالتالي ده جزء الخاص بالسلع او اللي هي الكوموديتيز، اللي هي بتعتبر من اهم الحاجات في اي استثمار. لازم نستثمر جزء في السلع، ما نقدرش نستثمر في قطاع زي قطاع الشركات ونهمل القطاعات التانية. لابد من اي استثمار يكون مبني على التنوع، diversification. كل ما كان الاستثمار متنوع، كل ما كانت معاملات الخطوره اقل، كل ما كان زادت الارباح بتاعته نتيجه ان هو في قطاعات مختلفه. فده بيعمل حاجه اسمها تقليل معامل الخطوره على الاستثمار بتاعك على المدى البعيد والمدى القصير. برضو التنوع مهم جدا جدا لاي استثمار.
بيبقى في تنوع في قطاع، يعني انا ممكن اتنوع في قطاع زي قطاع السلع، وبيحصل برضو سب دايفرسيفيكيشن، ان انا اعمل تنوع داخل قطاع السلع في ما بين الحاجات الخاصه. مثلا ممكن اعمل تنوع ما بين الانرجي سيكتور زي الاويل، واعمل بعض الحاجات مثلا اخدها في الميتال زي الجولد، واخد بعد كده اللي هو اللايف كاتل او اللحوم الحيه او اللحوم المذبوحه. يبقى كده عملت تنوع داخل القطاع السلع الخاص بي. طبعا ده سب دايفرسيفيكيشن من دايفرسيفيكيشن اساسي الخاص بيه السيكتور اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو السيكتور بتاع الكوموديتي بتاعنا. نقطة تانية هتكلم فيها اللي هو الفوركس، فوركس اكسشينج. عشان نبقى فاهمين الفوركس، دايما الكلمة دي الناس بتخطئ في الفهم بتاعها. فوركس دي اختصار لكلمة اسمها فورين اكسشينج، يعني تحويل العملات او تبادل العملات الخاص بالسلع او بالاسواق المالية. تبادل العملات او المضاربه في العملات، طبعا احنا بنشوف ان الجلوبال ماركت بسوق العملات في العالم بيحصل له تضخمات خاليه. وصل لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في سوق حجمه 6.6 تريليون يو اس دي بير داي. فطبعا بدون شك حجم خيالي لقيمه السوق اللي احنا بنقدر نشوفها. الانكريز بتاعه من 2016 قيمته 29%. ده معناه ان انا اقدر اشتري زوج عملة مقابل زوج تاني، او ان انا ابيع زوج من العملات مقابل الزوج التاني، زي ما انا اقدر اشتري اليورو يو اس دي، يعني بشتري اليورو مقابل الدولار، او اشتري مثلا يو اس دي ين بشتري الدولار مقابل الين. فهي دي ازواج العملات. في عندنا عملات اسمها عملات اساسية، اللي هم ست عملات اساسية، اللي هو الدولار، الباوند، اليورو، الين الياباني، الفرانك السويسري، ال اي يو دي او الدولار سوري كاد اللي هو الدولار الكندي. هم دول العملات الاساسيه. في بعد كده السب ميجور كرنسي اللي هم العملات الفرعيه. طبعا عمليات البيع والشراء في العملات الاونلاين بتتم من خلال المنصات التابعه، منصات التداول، وبيتم من خلال المنصات، وبيتم بكميات زي ما احنا بنتحرك في قيمة الصفقة، بتبقى سواء باي سواء سيل سواء هولد. مركز سوق العملات بيبقى موجود خلال 24 ساعة. ميزة التعامل في العملات بيبقى عندنا بيانات واضحة خاصة بيها، زي ما اتكلمنا العامل اللي بتحكم في قوة العملة زي التضخم، زي معدلات البطالة، زي المشاكل اللي ممكن تحصل، ايه الصادرات، الناتج القومي. كل الداتا دي هي بتدي لك رؤية للعملة دي، هل العملة دي هتكمل بقوة ولا العملة دي قد تواجه موجة تصحيحية في الفترة القادمة. في تداول عن طريق حاجة اسمها شير باسكت. الشير باسكت أنا بختار قطاع واحد وأقدر أستثمر فيه، زي مثلا اتكلمنا على السوشيال ميديا، يعني قطاع الشركات اللي بتشتغل في مجال الخدمات السوشيال ميديا أو الخدمات الاجتماعية الإلكترونية، زي الستريمينج، زي الارتفيشال، زي الاويل اند غاز، زي رينيوبل كارز، زي الاي في او الكتريك فيكل، زي جيمنج. فانا بختار شيرنج باسكت، بستثمر في كل الشركات دي بتحدث بنسبه مساويه، يعني بشوف اكبر الشركات دي واديهم نفس الويت بتاعها. ده بقى الباسكت، وده هياخدنا لفرق بعد كده مع الاندس او مع المؤشر، الفرق بين الباسكت والحاجه. نيجي لنوع من انواع الاستثمار بيعتبر هنا الريت بتاعه 2 ستار من 3 3 ستارز فروم 3 ده يعني اتس فيري جود ريت للاستثمار في البونز. البونز او السندات من اكثر الاستثمارات تعتبر محدوده الخطوره. ما اقدرش اقول استثمار امن، لكن استثمار وامن ما نوت ماتشنج، ما ينفعش نقول استثمار، انما هو من اكثر الاستثمارات مع اللي هي كالكوليتد ريسك بتاعها بيبقى واضح بالنسبه لنا، لان اقل يعني يعتبر هذا الاستثمار بشكل عام اقل خطوره من استثمار في اسهم وفئات واصول اخرى، لان بيبقى ليك معدل العائد بتاعك قد ايه، السند مع تاريخ الدفع الاستحقاق بتاعه قد ايه، في كوبونز، في انترست على السند، كل الكلام ده بيبقى واضح فروم داي 1. وطبعا السندات بتبقى جفرنمنتال، فبالتالي تقدر تامن نفسك. هنيجي نقارن. طب انا كمستثمر لو انا قارنت ما بين استثماري في الريال استيت واستثماري في الاونلاين او فوركس او وات ايفر، ان انا استثمر في المجال السيفجيز او عامه، ايه الميزه اللي انا اقدر
بحصل عليها لو استثمر في الريال استيت، والميزات اللي احصل عليها لو استثمرت في مجالات تانية. الريال استيت مزايا كتيرة طبعا، بس في مشاكل مهمة جدا. اول حاجة، انا بصرف فلوس كتيرة عشان عملية الترخيص او عملية تسجيل الريال استيت ده. النقطة التانية، عملية البيع بتاعته مش سهولة. تالت نقطة، ان ما عنديش ريفرنس برايس خاص بي، ما عنديش شارت، ما فيش جهة اقدر ارجع لها غير لما اقول سعر الذهب. فانا عندي بورصة لندن اقدر اتكلم فيها سعر الذهب قد ايه، سعر النفط واقدر اشوف البورصة بتشينج سعر النفط قد ايه. انما انا في القرارات انا ما عنديش ريفرنس، يبقى انا ما عنديش ريفرنس، انا في سوق مضطرب لان بيتاثر بنفس التغيرات اللي اتكلمنا عليها ماليا، بيتاثر باي تغيير سياسي، بيتاثر باي تغير صناعي حتى في الشركات السبلاير الموجوده او حتى قوه الشركه المنفذه اللي هي المين كونتراكتور الخاص بالمشروع. فبالتالي انت نفس معاملات الخطوره، ان لو الشركه دي نفسها او السوق نفسه الماركت اتاثر بنفس العامل اللي بتغير في السوق بتاعي، يبقى بالتالي انا هشوف نفس التذبذبات، وان كان ممكن نشوفه اكتر لان السوق العقاري زي ما اتكلمنا معاملات الخطوره بتاعته رقم واحد ان انا ما اقدرش اسائل الفلوس بتاعتي، ما عنديش ريفرنس نمبر، الاسعار بتاعتي مش واضحه لعمليات البيع والشراء اللي ممكن تحصل في الماركت. طب لو انا قارنته بالستوكس اندكس، يعني انا لو اتكلمت على الستوك ماركت، ايه الفرق؟ الفرق انك انت بتقدر تبيع وتشتري في الستوك ماركت اني تايم، ما عندكش انك انت تبقى هولد لغايه لما تقدر تتباع الوحده دي زي ما كان حصل، ما فيش المصاريف المرتفعه جدا في عمليات التسجيل اللي بنشوفها في الريال استيت، في عندك ريفرنس نقدر نرجع له في الاسعار، فبالتالي بدل الاسعار اوريدي ريفرنس ظاهره من البدايه. ثاني نقطه، اقدر اقوم بعمليه البيع والشراء في اي وقت بدون اي كنترول على الموضوع بتاعي، ده نقطه مهمه جدا. ثالث نقطه، ما عنديش اي مصاريف، فبالتالي ده ميزه من اهم مزايا واهم نقط المقارنه. في حاجه مهمه جدا اللي هي المارجن تريدنج. المارجن تريدنج ده اللي هي بتقارن ما بين الديبوزيت والباينج باور، زي ما هتكلم على الديبوزيت باينج باور، ده هنا الليفرج. الرسمه دي ممتازه جدا في الشرح يعني ايه المارجن تريد. التعاملات الخاصه بالمنصات اللي هي التعامل الالكتروني او السي اف دي، دي منصات بتشتغل على طريقه المارجن. مارجن يعني مضاعفه لقيمه راس المال. يعني انا كعميل ببدا احط مبلغ للاستثمار ممكن استثمر باضعاف القيمه دي. طب ايه الاستفادة البورصة من الموضوع ده، وبدأ ازاي الموضوع ده كلامها تاريخي؟ في البداية كانت البورصة بتشتغل، او البورصة عامة في شكل عام، هي بيبقى موضوع ان الناس بتشتري في السلع في الاسهم او في الاستوك نفسه وبتبيع، سواء كانت سلعة دي كانت كوموديتي كانت بوند سواء كانت شير، فالناس بتشتري وتبيع طبقا لأي سلعة في العالم، العرض والطلب. المعروض هو calculated، يعني هو حاجة ثابتة، لأن أنا هشوف المعروض من أسهم الشركة دي قيمته ثابتة، المعروض من الذهب قيمته ثابتة، المعروض من الخامات الأصل فيها إنها إيه بتخلص. فبالتالي أنا دلوقتي هتحكم في السوق لأن أنا ما عنديش leverage، فأنا الماني توك أي فلوس هي بتتكلم. أنا شخص لو شخص عنده ملاءة مالية كبيرة هيقدر ينزل يشتري سلعة ما، وتبقى كانت السلعة دي في طلب عليها أو ما فيش طلب عليها، هو هيخلق الطلب نتيجة إن هو بدأ يشتري بكميات كبيرة، فبالتالي هو بيحرك السوق زي ما هو عايز، لأن هو طبقا العرض والطلب اللي قاعد أساسية في السوق، هو لما هينزل يشتري هيرفع سعر السلعة دي، فهتواجهنا مشاكل. فلان اي ماركت او اي شركه الستوك اكسشينج نفسها هي بتستفيد من الباي والسيل مش الباي اند هولد. باي اند هولد مفيش ماركت، لان لازم حد يبيع عشان حد يشتري، انما طول ما مفيش حد بيبيع يبقى انا مش هشتري، فبالتالي لازم يحصل حاجه اسمها ايه، كميه شراء اكبر من القيمه بتاعتنا اللي سمحوا بيها، عشان يبقى بدا ما في بيك تايكونز او في البنوك المركزيه تقدر تتحكم بيها، عندها كاش تقدر تقوم بالحركات دي، لا عشان يبدا نفس منافسه ليها من صغار المستثمرين الانديفيدوال بروكر سوري الانديفيدوال تريدر، عشان يقدر ينافسوا البيج تايكونز
فتم السماح للانديفيدوال ان هم يشتغلوا بنظام اللافرج او مضاعفه راس المال عشان يقدروا يفتحوا صفقات اكبر. بدا مضاعفه راس المال كان 1 تو 1 يعني كان الواحد لواحد، بعد كده بدا يزيد 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 وصل لغايه 1 ل 200 و1 ل 500 في بعض المنصات. وطبعا دي ارقام فلكيه، ده ارقام not accepted، ده ارقام عالي جدا على اي حد يتداول بالاسهم او يتداول في اي شركه كانت او اندسز بالقيم المضاربه العاليه دي، لان ده معناه معامل خطوره خيالي، معناه ريسك عالي على الاستثمار بتاعك، بالتالي انك انت تخسر كل فرص استثماريه خاصه. فاللي احنا عايزين نقوله ان هو الاستثمار في الستوكس باستخدام اللافرج، بس لازم اكون حاسب انا هاخد لافرج قد ايه، لازم يكون معامل الخطوره عندي يكون منخفض، لازم يكون نسبه المضاعفه عندي تكون كالكوليتد وتكونش نسبه مضاعفه عاليه، لان ارتفاع نسبه المضاعفه او معناها ارتفاع نسبه اللافرج معناها ريسك عالي جدا على الحساب بتاع المستثمر. النقطه المهمه برضو ان نتيجة انه بدأت الناس تستعمل تسيء استخدام اللافرج، لجأت بعض البنوك المركزية زي البنك المركزي الانجليزي في سنة 2018 لتقنين موضوع اللافرج، بمعنى قسم العملاء الى قسمين، قسم عملاء بروفيشنال كلاينتس وقسم عملاء تاني نون بروفيشنال كلاينت. البروفيشنال كلاينت بيسمح ان هو يديهم اللافرج العالي اللي هو 200 sometimes 500، النون بروفيشنال كلاينت ما بيسمحش ان هو يديهم اللافرج ده، الماكسيمم بتاع اللافرج بتاعهم بيبقى 1 ل 5، يعني لو هو حاطط 100000 دولار بيسمح له ان هو ياخد بوزيشن اب تو 500000 دولار. فده اللي بيحصل ما بين الهاي لافرج والريسك بتاع المضاعف. شورت سيلينج، يعني ايه شورت سيلينج؟ ازاي؟ في ميزه مهمه جدا من مزايا الاونلاين تريدنج ان انا اقدر ابيع سلعه مش موجوده عندي. طب يعني ازاي عمليه البيع للسلعه مش موجوده؟ دي عمليه معقده. لا مش معقده ولا حاجه، باختصار انا دلوقتي انا معيش ذهب وعايز ابيع كميه من الذهب في السوق، وشايف ان الذهب دلوقتي مثلا سعره 1900 دولار، وشايف ان 1900 دولار دي منطقه عاليه جدا على الذهب، والذهب المفروض ينزل 1900 ل 1800، يعني المفروض الذهب ينزل 100 دولار 100 يونت، وانا عايز معيش الذهب عشان ابيع وعايز استفيد من الفرصه. بقدر الماركت الاونلاين تريدنج بيقول لك انت ممكن تخش وتعمل حاجه اسمها شورت سيلينج للذهب، يعني تبيع الذهب من المستوى ده. طب انا بعت الذهب، ايه الاستفاده؟ ان كل ما الذهب ينزل انت بتكسب. لو افترضنا ان انا بعت عربيه النهارده بقيمه، او ان انا عندي فرصه ان انا ابيع ذهب النهارده، رحت اشتريت استلفت من حد 10 اونص ذهب وبعتهم على سعر 1900، يعني معنى كده ان انا دخلت جيبي او استفدت بمبلغ 10 يونت في سعر 1900 بقيمه 19000 دولار. جه بعد شهرين الذهب سعره نزل من 1900 ل 1700، فانا ملزم ان انا اسدد الشخص ده في الكميه اللي انا اشتريتها اللي انا خدتها منه او الكميه اللي استرفتها منه اللي هي بتعادل ال 100 اونص دولار. فبالتالي انا بشتريهم، اشتريتهم كان سعر الذهب نزل لغايه 1000 دولار، فانا اشتريت الكميه دي ب 10000 دولار، بس انا بايعها بكام؟ ب 14500، فبالتالي انا كسبت من العمليه العكسيه اللي حصلت. ده معنى كلمه شورت سيلينج للماركت. نرجع نقطة مهمة كنا اتكلمنا فيها، يعني ايه بقدر اعمل ريسك مانجمنت؟ اي تريدر مهم جدا انه يعرف ان انا لما ببدا اشتغل، لما بنبدا نشتغل او هو لما يبدا يشتغل بوزيشن في حساب، لازم يكون حاسب الريسك بتاع اي بوزيشن قد ايه. ما ينفعش يكون ان انا اسوق عربيه من غير فرامل، هو نفس الوضع بالنسبه للبوزيشن. لو بوزيشن من غير ريسك مانجمنت معناها عربيه من غير فرامل، وده طبعا معناه خطوره خياليه قد تصل الى ان الحساب يتقفل بسبب بوزيشن اتاخد خطا. فمن هنا طلع موضوع
ريسك مانجمنت، اداره المخاطر الخاصه بالحساب، وطلع موضوع من التولز الاساسيه جدا هو الستوب لوس. الستوب لوس ده يعني امر بيسيبه التريدر او بياخد بوزيشن، بيسيب ستوب لوس امر امتى يخرج السيستم اوتوماتيكلي بدون الرجوع للمستثمر. يبقى السيستم بيقوم بالموضوع ده من غير ما ارجع للمستثمر نهائي. على سبيل المثال انا لو اشتريت السهم اللي قدامي ده عند السعر بي، والماركت طلع وانا ما عملتش كلوز، والماركت نزل بس انا حاطط ستوب لوس هنا، فالماركت هيقف هنا، النزول اكبر بس بوجود الستوب لوس او واقف الخساره لما خرجني هنا هو اوريدي خلاني حمل حساب من الدروب ده، حمل حساب من اي فارزر دروب ممكن يحصل. فالستوب لوس بيبقى مهم جدا ان انا اقدر اوقف الخساره بتاعتي، ان من اهم الحاجات في دخول اي صفقه مش ان انا ابدا الصفقه، على قد ما انا برضو مهم اعرف امتى انهي الصفقه بشكل ايجابي. دايفرسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي التنوع، كل ما كان عندنا دايفرسيفيكيشن تنوع في الاستثمار كل ما كان الاستثمار بتاعنا بيعتبر اكثر امان. ده بعض الاناليسيس الخاصه ببعض الفرص الاستثماريه في الشركات والانرجي سيكتورز وبعض السيكتورز وحجم الريتيرن في انفستمنت بتاعها year to year خلال الفتره الماضيه، حجم الزيادات اللي كانت موجوده قد ايه. في استراتيجيز مهمه جدا جدا بنقدر نطورها، وبنقدر من الحاجات التكنيكال المهمه في اي نوع من انواع التداول هو البير تريد. البير تريد ده من اكتر التريدز استراتيجي اللي ممكن تكون ايجابيه خلال الفتره القادمه اللي هي فتره الفولاتيليتي، لان كل ما في تذبذب كل ما خلقنا فجوات سعريه ما بين الازواج المترادفه. يعني الكلام الكبير ده زي ما بيقول مش واضح معانا؟ لا، هو كل ما بنقول ان احنا زاد التذبذب في السوق كل ما ادانا فرصه لان اي ازواج مترابطه بيزيد المسافه الفجوه السعريه. الازواج المترابطه هي اي زوجين ليهم علاقه بنقدر نحكم عليها خلال فتره طويله، ان في كورليشن بيتحركوا حركه ايجابيه مع بعض وبيتحركوا حركه هابطه مع بعض. طب هنقول مثال عشان نفهم اكتر البير تريد. لو مثال انا عندي شركتين زي ابل زي كوكا كولا وبيبسي، الاثنين في الماركت ليهم نفس الشير بارت، بيتحكم فيهم نفس العوامل اللي بيتحكم فيها. جه بعد كده كانت شركه كوكا كولا بتدور على مستوى 200 دولار، شركه بيبسي بتدور على مستوى 100 دولار. مره حصل ان كوكا كولا السعر ارتفع من 200 دولار لغايه 300 دولار، في حين بيبسي السعر ما ارتفعش من 100 دولار زي ما هو ثابت عند ال 100 دولار. يبقى انا التوقع بتاعي هي حاجه من الاثنين، يا كوكا كولا يحصل لها عمليه هبوط او بيبسي يحصل لها عمليه صعود، عشان الفجوه السعريه اللي بينهم اللي كانت طول عمرها ثابته 100 دولار ترجع ل 100 دولار ثاني بدل ما يبقى 200 دلوقتي. هو ده اللي احنا بنعمله في البير تريد، ان انا بعمل اناليسيس لازم على الاقل 10 years back test، بعمل باك تيست للتريدز بتاعتي، بشوف الايديال تايم الماركت جاب قد ايه، ببدا اخد الاكشن بتاعي بيبقى باي وان انسترومنت سيل انذر انسترومنت، بعمل باي وسيل ات ذا سيم تايم. هكذا ده عن التكنيكال اناليسز. وات ذا اسامبشنز؟ ايه التكنيكال اناليسز؟ يعني بنحلل مناطق السعرية المهمة جدا في اي شارت خاص بالماركت، بنشوف تحديد الماركت هل هو ماركت صاعد ام ماركت هابط، ايه افضل اسعار الشراء، ايه افضل اسعار البيع، ايه مناطق دخول الماركت. ده اللي بنقدر نشوفه من خلال التكنيكال اناليسز والاسامبشنز بتاعته. لو اتكلمنا الشكل بتاع الشارت عامة هو عبارة عن حاجة اسمها كاندلستيك، يعني شموع اسمها كاندلستيك، الاسم الفعلي جابانيز كاندلستيك، اي شموع اليابانيه، الشموع اليابانيه. طيب لو اتكلمنا على الكاندلستيك
نشوف ان اي كانديد ليها اربع اسعار، الكلوز اللي هو الاوبن والكلوز والهاي واللو. الاوبن كلام سليم هو الخط الاسفل، هو ده الاوبن. الكلوز هو الخط الاعلى. الهاي اعلى قيمة حصلت خلال جلسة ساعة التداول. اللو اقل قيمة حصلت خلال جلسة ساعة التداول او التايم فريم اللي احنا بنسلكته. ده لو كانت بولش، يعني لو كانت ماركت صاعد خلال الفترة دي. بولش الكاندل ممكن تكون لونها ابيض او اخضر. بيرش يعني ماركت هابط، يبقى بتكون الكاندل لونها اسود او احمر. اول حاجه بنعرف ان لازم نكون اوير بيها هو السبورت اند ريزيستنس. حركه السوق ما بتمشيش حركه ستريت، حركه السوق بتكون من خلال ويفز، اب ويفز داون ويف، اب ويف داون ويف، وبيبقى ماشي خلال شانل ما بين السبورت اند ريزيستنس، مناطق الدعم والمقاومه. طول ما السعر بيبقى طالع بيواجه منطقه ريزيستنس، منطقه مقاومه. هنا السيلر، الناس بتعمل سيل في المنطقه دي، ينزل السوق يواجه منطقه تانية اسمها السبورت، دعم. الناس تدعم السوق لغايه لما ياخد القوه الكافيه لاختراق السوق ووصل من مستوى ريزيستنس واحد لمستوى ريزيستنس كام؟ 2. وطبعا المناطق اللي في النص دي سبورت. لاحظ حاجه مهمه جدا 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 في السبورت ريزيستنس، ان ده بايبرال ديفل، يعني كل ما الماركت ممكن يحترمه تاني، زي ما هو كان ريزيستنس هنا اتحول اوتوماتيك لسبورت ليفل لما الماركت اقترب المستوى بتاعه. الموفينج افريج ده زي رسم الموفينج افريج. الموفينج افريج ده المتوسط الحركي، انا بقدر احول الحركه دي لارقام واقدر اكس احسب المتوسط بتاعها. ده ترند لاين، لو كان ابر هاير هاير لو lower high وهكذا بكبه higher high lower lower high، ده معناه ان هو ده upside trend. الداونسايد trend تشوفه زي ما نقول higher lower high lower low. فطول ما انت بتحرك lower high lower low معناه انك انت market down او market في حالة هبوط. مزايا وعيوب. المزايا والعيوب بتاع technical analysis، هذا اول حاجة الايجابيات انك انت عندك ان ده عباره عن ماثيماتيكال اناليسيس، فده تحليل رياضي. التحليلات الرياضيه قد تكون قائمه بنسبه كبيره منها على الريسيرشز وعلى الابحاث، فبالتالي التحليل الهندسي ده تحليل رياضي، او التحليل التكنيكال ده تحليل رياضي لبعض الداتا في الصوره بتاعتها النهائيه. بعد كده ان هو في عدد كبير من الاوبشنز لل تكنيكال انديكيتورز اللي اقدر استعملها في انها تقدر تحدد لي اتجاه الحركه هتمشي ازاي. بعد كده نون ايموشنال، ان ده روبوت تكنيكال ارقام، نون ايموشنال مش تبقى حساسه لسهم انت العميل بيحبه او العميل بيكرهه. ايه كونز اللي هي العيوب بتاعته؟ ان في عدد كبير من التمبلتس والتكنيكال انديكيتورز لازم يفهمهم بشكل جيد عشان يقدر يتعامل عليهم. النقطة الثانية بنتكلم على ان في بعض المؤشرات دي بتحصل لها عملية بلوكينج عشان عدد الناس اللي بتستولد عليها او عدد الناس اللي عملها ستيرنج ايه نسبة كبيرة. ده كان كنت معاكم النهاردة بخصوص الموضوع بتاع البداية بتاعت الانفستمنت، واتمنى اكون قدمت برزنتيشن بالتوقع ايه اللي ممكن يحصل خلال الفترة الجديدة. هل في اي سؤال؟ كان معكم محمود عارف من Century Financial. انا شاكر جدا لتواجدي معكم النهاردة، واتمنى ان شاء الله المشاركة معكم في اللقاءات التانية خلال السنتري ان شاء الله، واتمنى لكم تداول امن خلال الفتره القادمه. شاكر جدا جدا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.